طبعا انت عارف ان في لائحه، طبعا بتتكلم ان قبل المباراه ب 10 ايام لازم تخاطب الاتحاد الافريقي عشان الفريق المنافس لما يجي يكون بالظبط مظبط كل الامور الاداريه واللوجستيه بالنسبه له. فانت اتحركت بشكل مبكر، بتتكلم مع الجهات المختصه. العنصر الوقت الحمد لله في مساحه تقدر تشتغل عليه. انت قلت ايه مع اللائحه؟ بص، النادي الاهلي بلجانه في موضوع اللوائح ده في اي نقطه معمول حسابه بالظبط، دايما يقول لك اصل اللائحه بتقول كذا وبتعمل كذا، فبالتالي هم عارفين امتى بيتكلموا، عارفين امتى بيتحركوا، عارفين لما يتكلموا ويتحركوا ياخدوا موافقه يلحقوا ولا ما يلحقوش. ما انت ممكن تشتغل بس يكون عامل الوقت مضغوط معاك، لا انت عندك عامل الوقت وعندك عامل الوقت انك تقدر تغير بالشكل الكبير. وبعدين اذا كان ملعب السلام هو ملعب النادي الاهلي، فاي ملعب ما بيزيدش بعد المسافه عن 200 كيلو ما تعملش تغيير. يعني ما فيش مشكله، هما في نفس الاريا اللي ما بيزيدش عنها، نفس المنطقه الجغرافيه. انت بس بتبلغ بتغيير الاستاد، وطالما ويكون استاد معتمد ويكون البعد الجغرافي مش زياده عن 200 كيلو، فبالتالي ما فيهاش اي مشكله، فبالتالي الامور هتبقى في وقت وفي مساحه تقدر في تعمل كل حاجه انت عايزه. في كل حاجه. طيب مباراه سان داونز تحديدا بقى كمباراه فنيه او مباراه جماهيريه، كيف تنظر لها؟ والاعلام رسالته مهمه الفتره الجايه للجماهير. اللعيبه والجهاز عارف هتشتغل ازاي، واكيد الجهاز عنده الدوافع يقدر يشتغل بقى مع اللعيبه، لكن الاعلام رسالته للجمهور. انا في الانترو قلت هي مباراه بطوله مش مباراه صقر. طبعا البطل اول حاجه، ودي دايما من وانا صغير حتى ومن قبل ما اشتغل في الصحافه ومن بعد ما اشتغلت في الصحافه، يقولوا اللي عينه على البطوله ما يهموش هيلاعب مين. مظبوط. فطالما انت ناوي كده كده هتقابل مين؟ هتقابل اقوى فريق. طيب الفرقه دي كلها خدت البطوله، خدت لقب البطوله، الفرق كلها مصنفه. طيب القرعه هتوديك لده، ما انت هتروح في الاخر لده. طيب قصه سان داونز للحقيقه والامانه هو واحد من افضل الفرق الافريقيه، عنده استقرار فني بقاله 7 سنين، بيعرف هو بيجيب ايه، لعيب بيخرج لعيب بيدخل، القايمه بس زادت 2 لعيبه على اللعيبه اللي موجوده ما مشيتش، فبالتالي بادائهم عالي جدا. موسيماني مدرب كويس وكان موجود معايا في فتره في احدى القنوات المصريه في تحليل البطوله الافريقيه، عارف كل كبيره وصغيره عن الكره المصريه، متابعنا بشكل كويس جدا. ودايما يقول لي يوم المباراه اللي كسبنا فيها الاهلي كان يومنا، كان يومنا وكان يوم مفتوح بالنسبه لنا. الامور تختلف دلوقتي، انا بس لا اريد من الجماهير ان تحمل فريق الاهلي ولاعيبته اكتر من طاقته. بمعنى هتفضل تقول اصل دي مباراه صقر، اصل جولنا عشان يشوفوا هي مباراه كره قدم. تمام، مباراه كره قدم لا تتعدى، منافسه شريفه مع فرقه كبيره جدا، نحطها في مكانها الصحيح. طبعا فرقه كبيره وفرقه مرشحه لا تقل عن النادي الاهلي. بنقول النادي الاهلي مرشح للبطوله، بنقول الترجي مرشح، بنقول سان داونز مرشح، ومن حق اي حد يشوف نفسه مرشح، لكن انا بقول لك فعليا سان داونز من الفرقه المرشحه، احسن فرقه بتستحوذ على الكوره وبتلعب كوره اوروبيه في افريقيا. لان عنده كمان كواليتي الاجانب من منطقه غريبه ان هي بتلعب في افريقيا. امريكا الجنوبيه وانسجام بقى، وانسجام وبيأدوا بشكل كويس وملاعبهم كويسه وبيلعب كوره على الارض، بيلعب الكوره. وعمرك ما هتروح تلعب فرقه زي سان داونز وتلاقيه بيلعب زوم ديفنس او بيلعب مدافع، لا هو على طول بيلعب مفتوح، بيدور الكوره في الملعب كله، بيعمل ضغط من الجنبين وعنده اختراقات من العمق، فيها فرقه متكامله. وعنده بلاي ميكر كويس، عنده اداء كويس، عنده الشغل بتاعه بيعمل كره قدم كما ينبغي. مظبوطه، فبالتالي مباراه صعبه جدا. طيب النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي فيه عدد زاخم وافر من اللاعبين، عنده بعض المباريات المهمه والقويه جدا في الفتره دي، فليفل المباريات اللي جاي ده وجهه نظري انه لصالح النادي الاهلي ولصالح اللعيبه ان يبتدي الكيرف يعلى معاك لما تيجي تلعب مع الجيش، مع المصري، الزمالك. انت كده من اول ما خدت بيراميدز وانت طالع هتلعب في ليفل الوحش. ليفل الوحش، ليفل الوحش ده اللي انت بقى هي المباريات كلها مباراه هتديك لمباراه. ولكن وانت بتلعب مع الوحش ممكن تتعور، يبقى في لعيبه لعيب لا قدر الله اصاب، في لعيب مجهد، في فبالتالي لازم في مباريات الدوري يحصل الروتيشن الاكبر. في مباريات الدوري بس، الدوري في شهر 2 المواد الزمنيه ما بين المباريات يسمح انك تقدر تاخد راحتك بشكل كويس. كويس، ما عدا المباراه الاخيره بتاعت الزمالك يوم 24. سجل عليا، انا سجلتها قبل إن كده، ان هذه المباراه صعب تتلعب في ميعاد، رغم اقرار الاتحاد المصري لكره القدم ان المباراه في ميعادها ومش هتتاجل. طب اديك حقك برضو في حته مهمه، اتفضل، عشان الناس ما تنساش. اتفضل. اول واحد في مصر طلع قال
ان مباراه الاهلي والزمالك يوم 19 فبراير ده مش موعد نهائي وهيحصل تاجيل. وبالفعل كان عنده التفاصيل ان المباراه فعلا ما اتلعبتش وتم تبديل المواعيد بالاقتراحات وبقت مباراه سوبر يوم 20 وبقت مباراه 24، وبيعيد القاره وبيؤكد مباراه 24 في صعوبه انها تتلعب. في صعوبه محمد عشان وضع الفريقين، على فكره مفيش حد لسه من الفريقين طلب، لكن وفقا لمعطيات المباريات اللي قبلها وفقا للنتائج وفقا لنتيجه الزمالك في مباراه السوبر الافريقي في قطر ثم مباراه السوبر المصري ثم بعد كده هتطلع تلعب في افريقيا اهلي وزمالك لسه. لكن اتحاد الكره مبكرا قال لك مش هاجل. ليه طلع مبكرا؟